ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حسكم ألوفاز سيرة مشاهدة الكرام. إن شاء الله تكونوا جوزتوا نهاية أسبوع سعيدة. اليوم كذلك زوج وصفات كما جرت العادة، الكراس والسيارة ورقم الهاتف اللي راه يظهر في أسفل الشاشة اللي تعودتوا عليه. راح استقبل جميع مكالمتكم بإذن الله. قلت لكم مشاهدة الكرام اليوم زوج وصفات. الوصفة الأولى راح تكون خبز بطريقة بزاف 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 بنين، بطريقة ناجحة وكذلك خفيف بزاف. إلا عجبتكم اليوم الوصفة جربوه للعشاء، على بالي بلي حتعجبكم بزاف. والوصفة الثانية راح تكون حلوة بالطريقة التركية، طريقة سهلة ثاني بمقادير بسيطة. يلا مشاهدنا الكرام، قلنا الوصفة الأولى راح تكون خبز اللي راح نديروه بطريقة بزاف هايلة وناجحة 100%. تبعوا معايا هذا الخبز. سحقوا عجينة وسحقوا واحد الحشو، الحشو نعطيكم انا اللي حنديروا اليوم، وانتم في الدار كما عودتكم ديروا الشيء اللي حبيتوه واللي يكون عندكم في الدار. تبعوا معايا العجينه، عندكم هنا كاس ونص تاع حليب يكون دافي، كاس ونص تاع حليب يكون دافي. هاوليك امامكم حبه بيض، مغرف كبيره خميره تاع الخبز، عندكم مغرف كبيره تاع السكر، وعندكم فنجان تاع لاتاي تاع الزيت، ونسحقوا كذلك شويه تاع زبده تكون دايبه وبارده. نسحقوا واحد 100 حتى 150 غرام تاع زبده، دوك تشوفوا باش ندهنوا بها العجينه تاعنا. وكميه تاع فرينه، نعاود لكم كاس ونص حليب يكون دافي ماشي سخون كما تعودنا، حبه بيض، مغرف كبيره خميره تاع الخبز، مغرف كبيره تاع السكر، فنجان تاع لاتاي يكون معمر مليح تاع الزيت، وفرينه. هذا بالنسبه للعجينه. وقلنا هذه الزبده تسحقوا 150 حتى 200 غرام تاع زبده اللي تذوبوها وتخليوها تبرد. هذا بالنسبه للعجينه. بالنسبه للحشو تاع هذا الخبز، نسحقوا بطاطا مغليه، هنا تاخذ واحد ربع حبات بطاطا يكونوا كبار، تقشروها تغسلوها وتقطعوها وتغليوها في الماء والملح اللي امامكم. انا باش ما نضيعش الوقت راني وجدتها من قبل. عندكم هنا بالنسبه للحشو ثاني، حبه بصل تكون قطعه رقيق تكون متوسطه، ربطه معدنوس، عندكم هنا 200 حتى 300 غرام تاع اللحم مفروم في الكحل، ملح وعكري، ونسحقوا شويه زبده البطاطا تاعنا. دوك تشوفوا طريقة التحضير. يلا مشاهدينا الكرام ما نضيعوش الوقت، نروحوا طريقة التحضير تاع هذا الخبز. دوك تشوفوا طريقة بسيطة وبزاف هايل هذا الخبز. تبعوا معايا، نروحوا نوجدوا الحشو تاعنا، نحطوه فوق النار. قلت لكم انتوما في الدار الحشو اللي حبيتو ديروها، ماشي شرط يكون اللحم مفروم ولا دجاج ولا تقدروا حتى الخضره، تقدروا تحشيو بها هذا الخبز راح يجيكم بزاف بنين. وتحيه كبيره 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 رؤوف سكيكدا اللي راه يشوف البرنامج وراه يسيل الوصفه تاعنا. يلا شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، قلنا حطوا شويه زيت نخليها تسخن ونروح معاكم نوجدوا لافات. كذلك العجينه تاعنا سهله بزاف، شوفوا العجينة سهلة بزاف وهايلة تاني. شوفوا هنا نحطوا كاس ونص تاع الحليب هكذا، نزيدوا مغرف كبيرة خميرة تاع الخبز، نزيد مغرف كبيرة تاع السكر، الحبة تاع البيض. راكم تشوفوا العجينة سهلة. قلنا فنجان تاع لاتاي يكون معمر مليح تاع الزيت، نحي هادو، نتوما كما كل مره نوصيكم هذه الطريقه دائما تخليو الخميره تاعكم تتفاعل. لا دونك حطوا هاد الحليب والبيض والزيت والسكر كامل، ما تحطوش الملحه، ردوا بالكم خليوها يلا كان 10 دقائق باش هاد الخميره راح تخدم خدمتها. شوفوا هكذا نخلطهم مليح، هكذا ونبداو نطمو لاباط تاعنا. دائما تاني كما كل مره نوصيكم لابو تاعكم ما تنشفوهاش، ردوا بالكم خليوها تكون شويه طريه، هذا باش تجيكم ولا تجيكم هذا الخبز يجيكم بزاف خفيف. يلا الزيت تاعنا راهي سخنت،
راح ناخذ هذيك حبه تاع البصل قلت لكم تقطعوها رقيقه هكذا، هذا باش تشوفوا مليح. يلا نخليو هذا البصل تاعنا يتقلى، من بعد راح نزيدو اللحم المفروم. تبعوا معايا، بعد ما تخليو الخميرة تاعكم تتفاعل نبداو نحطو فارينا هكذا غير بالعقل ونطمو لاباط تاعنا هكذا. هكذا بهذه الطريقة. يلا نستقبلوا أول مكالمة نهار اليوم. ألو السلام عليكم. انقطعت المكالمة معليش. تحية كبيرة الناس بسكرة تم راس عفوا، حتى الناس بسكرة ورقلة كامل ناس الصحراء تحية كبيرة لهم. شوفوا هنايا، هنا شوفوا لاباتري بدات تنطم، قلت لكم ما تنشفوهاش وما تيبسوهاش. شوفوا هكذا كما هنا راني نشوف فيها بلي ما نزيدلهاش فارين. ها وما تنساوش الملحة، ردوا بالكم مزيه سميه راهي معايا تحيه كبيره ليها. هكذا بهذه الطريقه نطمها مليح. هكذا يلا هاي ولات اكرام. السلام عليكم اكرام. اهلا سفارس، مرحبا بك. واش راكم يا ناس تمن راست لاباس؟ الحمد لله. انا سفرت من متابعينك. الله يسلمك يطول عمرك بارك الله فيك. شكرا لك بزاف بزاف. شكرا مما نحبكم كامل. شكرا لك يعطيك الصحه. سفرت من سكتنا من التحليات البارده. ايه مالها ما يكون لا خاطرك، هذا ما كان. ايه هذا ما كان. وسوف نقدم تحياتي لماما وبابا ونحبكم بزاف، وكما ثاني نقدم لكم تحيه كبيره بارك كبيره. بارك الله فيك. شكرا لك وشكرا على النيابه الكيب تاعنا. شكرا مع السلامه. شكرا. يلا شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، البصل تاعنا راهو تقلى، راح نزيد اللحم مفروم. انتم تحبوا ديروا دجاج، تحبوا ديروا بصل وطماطيش، فلفل حلو، وتحشيوا الخبز تاعكم كيما حبيتوا. شوفوا هكذا ودائما قلنا اللحم المفروم لازم تحليوه هكذا باش ما يقعدش في بلاصه واحده. شوف بهذه الطريقه يلا نعاودوا نوليو العجينه تاعنا. شوفوا معايا نعاودوا نوليو العجينه تاعنا، رايحين تغطيوها وتخليوها تخمر كما كل مره. بعد ما تخمر رايحين تقطعوها دي بول يكونوا ماشي شرط توزنوهم، يكونوا يعني عينكم ميزانكم يكونوا دائما يعني بالتقريب خفاف، يعني يكونوا كيف كيف عفوا هكذا. دوك تشوفوا لانه انا عندي عجينه راهي واجده وتوجدتها من قبل وخليت لابوست تاعي تخمر. شوفوا هكذا نغطيوها ونخليوها تعجن ولا خليوها تخمر هكذا بهذه الطريقه. يلا هذه اللي عجناها دوكا راح نخليوها تخمر هاي ليك، وراح نوري لكم العجينه اللي كنت وجدتها من قبل.
هاي لك امامكم. شوفوا كي خمرت بوليتها يعني درت هذه بول كامل يكونوا تقريبا يكونوا دائما يعني كيف كيف عينكم ميزانكم وزيدوا تخليوها ترتاح شويه باش تجيكم سهله. شوفوا هكذا يلا هذا اللحم مفروم راح نزيد له قلنا توابل عندكم شويه تاع العكري هكذا شويه تاع الملح ونزيدوا كذلك شويه تاع فلفل الكحل هكذا ونخليو اللحم المفروم تاعنا يطيب مليح ولا حبيتوا هذا الخبز يجيكم شويه حار ثاني تقدروا تاخذوا قمطه حار وتقطعوه وتزيدوه هنا ثاني هذا الحشوه راح يجيكم بزاف بنينه هكذا يلا نخليو هذا اللحم المفروم تاعنا يطيب العجينه تاعنا راهي واجده كما فهمتكم تخليوها تخمر ومن بعد رايحين تكوروها دي بول يكونوا تقريبا يكونوا يتشابهوا معليش ماشي صافي يكونوا كيف كيف نعاود نوليو لهنا البطاطا تاعنا هاي لك اللي كنت غليتها في الماء والملح تخليوها تبرد شويه راح نحطها هنا هاي لك نزيد لها شوفوا معايا نزيدوا لها حوالي زوج مغارف كبار تاع الزبده هكذا وما نميكسيوهاش ردوا بالكم باش ما توليناش جاريه تاخذوا فرشه تاخذوا فرشيطه ولا تاخذوا الاداه اللي تميكسيو ولا تنحيو بها البطاطا هاي لك هكذا ونعبز البطاطا تاعي بهذه الطريقه ولا فرشيطه رايحين تفريوها يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه الو وي السلام عليكم وعليكم فارس. السلام ورحمه الله واش راكم لاباس لاباس الحمد لله الحمد فارس والله غير الحمد لله واش راكم نتوما من راكي تكلمينا ممسيله ممسيله واش راكم يا ناس ممسيله لاباس الحمد لله الحمد لله عليك الخير كيفاش راكم الله يسلمك يطول عمرك سؤال عليكم الله يسلمك تعيش يعطيك الصحة على الوصفة اللي راك تقدم فيهم الله يسلمك يطول عمرك بارك الله فيك بزاف بزاف مع الطاقم اللي راهو معاك الله يسلمك عندي ايكيب هايلة عندي ايكيب في الواعد الله يسلمك الله يبارك بارك الله فيك تفضل كيفاش على الوصفة اللي راك تقدم فيهم الله يبارك كمل الحين الله يسلمك شكرا لك الله يسلمك تعيش نحب نقدم تحياتي لزميلة بوطفل تحية كبيرة العائلة تاع زوجي العايدي تحية كبيرة ليهم الله يسلمك كامل فاميلتي في بومرداس جاية ولا فامي تاع رجلي في ولاية مسيلة يلا تحية كبيرة كامل الله ليهم يسلمك إن شاء الله يكونوا يسمعوا فيك الله يسلمك ونطلب إن شاء الله من الشعب تاعنا كامل اللي راه يسمع فينا يدعي الماما ان شاء الله ربي يفرحها ويفرج على خويا ان شاء الله امين امين ربي يفرج من اللي راه يسمعوا فينا ان شاء الله ربي يفرج عليهم ان شاء الله بارك الله فيك شكرا يعطيك الصحة شكرا شكرا لك بارك الله فيك ربي يعاونك شكرا لك مع السلامة شكرا يلا شوفوا هنا مشاهدي الكرام تقريبا راح نفريوها ما بقالناش بزاف يلا شوفوا البطاطا تاعنا راهي واجده راح نحطها هنا هكذا باش تشوفوا مليح ويكون عندي البلاصه باش نخدموا هذا الخبز يلا شوفوا هاي لك البطاطا تاعنا خلاص راهي واجده خليوها برك تبرد شويه باش تعاونكم ما باش ما تقطع لكمش لاباط هاي لك البطاطا تاعنا خلاص نحطوها هنا لا فيون داشي تاعنا ولا اللحم مفروم هاوليك امامكم راح نزيد له
معدنوس كي نطفي له ها نزيد له المعدنوس هكذا هكذا بهذه الطريقه يلا نزيد نحط هذا اللحم المفروم هنا وقلت لكم خليوا البطاطا تاعكم تبرد وحتى هذا اللحم المفروم اللي درتوه هذا الحشو ولا الحشو اللي درتوه في الدار خليوه يبرد باش ما يقطع لكمش لاباط تاعكم وتخدموا هذا الخبز بكل سهوله. شوفوا هكذا يلا اللحم المفروم تاعنا كذلك راه واجد. يلا نبداو نخدموا الخبز تاعنا. بطاطا هاي ليك والحشو الثاني راه واجد، لابوط تاعنا راهي واجده. دونك نبداو نواسيو الخبز. راكم تشوفوا كي تخليوا الخبز تاعكم يعني لابوط تاعكم تخمر مليح رايحين تخدموا بهذا الخبز بكل سهوله. نحيو هذا منا ونبداو نخدموا الخبز. واش نسحقوا هنا؟ نسحقوا حلال هاوليك شويه تاع فرينه ونسحقوا سنيوه اللي تدخل الفرن اللي كنت وجدتها انا من قبل اللي فرشت لها ورق الطهي هذوك امامكم نحطها هنا. يلا نبداو الخبز تاعنا. شوفوا معايا ناخذ اون بول. شوفوا هاي ليك ناخذ اون بول اللي كنت درتها حطيتها تخمر. تبعوا معايا راح نروح معاكم غير بالعقل باش تنجحوا تواسيوا هذا الخبز. ودائما نخدموا بالفرينه. شوفوا هاد لابول هاد ولا هاد العجينه راح نحلها تكون شويه رقيقه. شوفوا هكذا ودائما خليوها هكذا كي تكونوا تحلوا فيها حاولوا انكم تخليوها مدوره هكذا. هكذا راكم تشوفوا لاباط حلوها تكون رقيقه. هكذا دائما بشويه فرينه. يلا هنا سمحوا لي برك نحي الحلوة تاعي. يلا هاد الحلوى من بعد راح نوريها لكم مور يعني كي نروحوا فاصل راح نوريها لكم. كملوا شوفوا الخبز تاعنا بالخف هاي لك. قلنا نحلوا لاباط تكون شويه رقيقه هكذا بهذه الطريقه. هكذا حتى لهنا سهله. واش ندير؟ قلت لكم عندكم كميه تاع زبده تكونوا ذوبتوها ولا مارغرين تكونوا ذوبتوها وتخليوها تبرد. ناخذ هنا شوفوا ناخذ شويه تاع البطاطا اللي كنت رحيتها ولا غليتها في الماء والملح ورحيتها وزدت لها شويه تاع الزبده هكذا بهذه الطريقه. فوق هذه البطاطا نزيد ندير شويه تاع اللحم المفروم من الفوق هكذا. وإذا حبيتوا تواسيوا شويه تاع فخوماج ما نقول لكمش لا لا تكلوا على ربي. هاي ليك هذا الخبز المنظر تاعو بزاف شباب كي يطيب. تبعوا معايا كي تواسيوا البطاطا تاعكم واللحم المفروم ناخذ هذيك الزبده وندهن هنا. شوفوا هكذا ندهن لاباط تاعي. شوفوا هكذا هكذا
ندهن كامل العجينه اللي راهي تبان هكذا. ومن بعد شوفوا واش ندير، ناخذ العجينه تبعوا معايا شوفوا، ناخذ العجينه تاعي ونبدا نغلق شوفوا هكذا ونطوي شوفوا هكذا، نجيبوا لهنا هكذا شوفوا هكذا، حتى تغلقوا كامل العجينه تاعكم ما تخافوش ما تلصق لانه فيها زبده شوفوا هايلك. نديروا شغل كموسه وندور هنا تبعوا معايا هكذا، ندور ونفتح هذه هنا ونغلق الكموسه تاعي شوفوا هكذا. ودوك تشوفوا كي يطيب هذا الخبز بزاف المنظر تاعو شباب شوفوا هايلك هكذا. هايلك سهلة. ونحط في سنيوة اللي حتدخل للفرن هكذا، وكي تكملوا كامل الكمية تاع الخبز تاعكم تدهنوها، هنا ماحش ندهنوه بالبيض شوفوا، ندهن بهذيك لامارغان اللي ذوبتها ولا الزبدة هكذا. طريقة سهلة. ومن بعد تكونوا كي تكونوا تواسيو في الخبز، الفرن تاعكم راح تسخنوه على درجة حرارة 200 درجة، تدخلوه مدة 15 دقيقة ياخذ هذاك اللون ذهبي شباب وتنحيوه، صدقوني بزاف هايل هذا الخبز. يلا مشاهدينا الكرام راح نكمل لنا هذا الخبز، نخليكم نروحوا فاصل، قعدوا معايا ما تروحوش بعيد لأنه الحلوة اللي راح نوريها لكم بعد الفاصل بزاف هايلة، حلوة تركية ومقادير تاعها بسيطة وبنينة بزاف، خليكم بعد الفاصل. خبزه ولا زوجه هكذا امه باش تعرفوا شوفوا تعرفوا كيفاش تشكلوا هذا الخبز. شوفوا هنا تحلوا لاباط، العجينه تاعكم تكون رقيقه ما تكونش خشينه بزاف. من بعد راح نحط كميه شوفوا هنا تاع البطاطا هكذا، وصراحه هذا الحشو يجي بزاف بنين، البطاطا مع اللحم المفرومه يجي بزاف بنين في هذا الخبز شوفوا هكذا بهذه الطريقة. وما تنساوش تدهنوا كامل لاباط اللي قاعدة تبان كامل باللحم المفروم ولا بالزبدة عفوا ولا لامارغارين. شوفوا على بالي بلي ما بالك ما شفتوش مليح الطريقة، شوفوا نفذوا لاباط هكذا بهذه الطريقة، نحطها هنا فوق يدي هكذا ونبدا نجبد اللي عندي هنا ونكمش شوفوا هكذا. وما تخافوش لاباط ما تلصقش لأنه فيها دهنتها بالزبدة شوفوا هكذا شوفوا، نغلق وفي نفس الوقت نجبد نكمش لاباط تاعي شوفوا هاي هكذا هكذا بهذه الطريقة. شوفوا هنا كيفاش راهي تتكمش حتى تغلقوا كامل لاباط تاعكم شوفوا. من بعد هنا ندور غير بالعقل هكذا ونعاود نفتح العجينة تاعي، قلت لكم ما تلصقش ما تخافوش لأنه فيها الزبدة. نرفض لاباط الخبزة تاعي وهاد التكماش كامل نديرو هكذا للتحت شوفوا هايلك هايلك الخبزة تاعي. نزيد نحطها هنا، يلا نزيد لكم واحدة أخرى شوفوا معايا ويشبع هاد الخبزة يعني، خاصة اللي كنا تعمروها مليح شوفوا هكذا. قلنا نحلوا العجينة تاعنا لازم تكون رقيقة، ماشي رقيقة بزاف بزاف ولكن تخليوها تكون رقيقة باش هاد الخبز ما يجيكمش معجن هكذا.
شوفوا راكم تشوفوا لاباط كيفاش راني نحلها، تكون شويه رقيقه هاي لك هكذا. ناخذ قلنا كميه تاع بطاطا نحطها هنا هكذا، نزيد فوق البطاطا شويه تاع اللحم مفروم. تقدروا ديروا بطاطا وبصل وطوماطيش من الفوق ثاني يجي بزاف بنينه هكذا. وقلنا هاد الطرف لازم تدهنوهم شويه تاع زبده اللي تكون دايبه وبارده هكذا. هكذا بهذه الطريقه. شوفوا معايا نعاود لكم كيفاش الطريقه راح نطم يعني طموا هذا الخبز تاعكم. شوفوا هنا ناخذ هنا لاباس تاعي نحطها فوق صباعي ونبدا نجبد وفي نفس الوقت نكمل. شوفوا ها هكذا، ولا شدوا لاباس اذا شدوها بلي تهرب لكم شدوها بصبعكم منها من تحت. شوفوا ها هكذا، شوفوا هكذا. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمة. الو الو، السلام عليكم ام سلسبيل، واش راكي لاباس؟ لاباس سلام. واش راهم ناس برتوتة؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. قولي لي ام سلسبيل، عجبك الخبز تاع اليوم؟ عجبني، ما شفت العجينة، تقدر تعاون لنا العجينة؟ يلا ما كاش مشكل. او عندك الكراس؟ اه بيان سور. يلا عندك كاس ونص تاع حليب دافي؟ ايه. مغرف كبيرة تاع السكر؟ ايه. مغرف كبيرة خميرة تاع الخبز؟ حبة تاع البيض كاملة؟ وعندك فنجان تاع لاتاي يكون معمر مليح تاع الزيت؟ وفارينة طبعا. يلا شوفوا هنا هاوليك الخبز تاعي بطريقة هايلة، ما تشوفوش هكذا، شوفوه دوك كي طيب. تبعوا معايا، نزيد ندهن شويه تاع الزبده من الفوق هكذا بهذه الطريقه. تحبوا ترميوا له شويه سانوج من الفوق؟ نقول لكم لا، شويه جنجلان كما حبيتوا. يلا قلنا ندخلوه للفرن على درجه حراره 200 درجه، تكونوا سخنتوا الخبز تاعكم ولا الفور تاعكم عفوا من قبل، وتحطوه مدة 15 دقيقة يكون واجد. يلا تبعوني نروحوا للفرن نحطوا الخبز تاعنا. اي طيب هكذا، وتكونوا هنا فريتوها تحصلتوا على خبز بزاف بزاف بنين والشكل تاعو كذلك بزاف هايل وبطريقة سهلة. يلا هذا بالنسبة للخبز، خليوني برك نحيو هادو ونروحوا للحلوى اللي راح نحضروها اليوم. سهلة بزاف وما تاخذش منكم من الوقت وبنينه طبعا. يلا شوفوا في هذه الحلوه لازم توجدوا سيرو هو الاول، باش كي تخرج الحلوه من الفرن رايحين تشربوا الحلوه تاعكم. دوك نعطيكم مقادير تاع سيرو ونحطوه يطيب فوق النار. يلا تبعوا معايا، هذا بالنسبه للشربات ولا السيرو تاعنا. راكم تشوفوا هنا مقادير بسيطه تاع هذه الحلوه وسهله وفي نفس الوقت بنينه. تبعوا معايا، عندكم هنا زوج كيسان ونص، نهضروا على السيرو، عندكم زوج كيسان ونص تاع الماء. الكاس اللي كيلتوا به الماء تكيلوا به زوج كيسان ونص تاع السكر، الكاس اللي كيلت به يشربوا به الماء ولا الجازوز عادي. تاخذوا هنا زوج كيسان ونص تاع الماء، زوج كيسان ونص تاع السكر، ونص حبه قارص هكذا باش السيرو تاعنا ما يتسكرناش. هذا بالنسبه للسيرو. تبعوا معايا بالنسبه للعجينه، عندكم هنا كاس ولا نص كاس تاع السميد يكون متوسط، نص كاس، نص كاس اللي يشربوا به الماء عاديه، نص كاس تاع سميد متوسط، علبه ونص تاع الياورت طبيعي،
نص كاس حليب، كاس تاع جوز الهند، الكاس اللي كيلتو به سميد راح تكيلو به كلش، كاس تاع جوز الهند هنا هاد السميد نسحقوهم بعد، وعندكم نص كاس تاع السكر، حبه تاع البيض، وشويه تاع فانيليا ونسحقوا قلنا، وعندكم هنايا حوالي زوج كيسان تاع فارينا باش تطمو، زوج كيسان حتى ثلاثه باش تطمو لاباط تاعكم، هاد السميد نسحقوه باش نرمدوا فيه الحلوة تاعنا. يلا نروحوا طريق التحضير، وفي نفس الوقت راح نعاود لكم المقادير. حاجة الأولى اللي قلت لكم ديروها هي أنكم توجدوا سيرو، تبعوا معايا. سيرو عندكم زوج كيسان ونص تاع الماء، شوفوا معايا هذا الكاس الأول، هذا الكاس الثاني، ونزيد نص، هذا نص. السكر هنا رانا كيلناه زوج كيسان ونص، نحطو ونحط معاه نص حبة قارص، ونحطو فوق النار. راح نخليه فوق النار، كي نشوف السيرو تاعي بدا يغلي نحسب له 3 دقائق ونطفيه. هاد السيرو ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش عاقد. دونك هنا قلنا زوج كيسان ونص تاع الماء، زوج كيسان ونص تاع السكر، ونص حبه قارص. نحطو فوق النار هاد السيرو حتى نشوفو كي بدا يغلي، تشوفوه بدا يغلي تحسبوا له زوج دقائق وتطفيو له وتخليوه يبرد. دائما بداو فيها خلطوه مليح. يلا سيرو تاعنا خلاص، نروحو درك نحضروا العجينه تاعنا. شوفوا معايا سهل بزاف، سهله بزاف هذه الحلوه. نحطوا حبه بيض، نزيدوا مع حبه تاع البيض قلنا علبه ونص تاع الياورت الطبيعي، نزيدوا نص كاس تاع السكر، نزيدوا مغرف كبيره فانيليا. قلنا عندكم كاس تاع جوز الهند، وعندكم نص كاس تاع السميد. الكاس اللي كيلتو به السكر نص كاس سكر، كيلو به نص كاس تاع السميد متوسط. دونك نخلط، شوفوا معايا هكذا. هكذا بهالطريقة. الحلوة بنينة بزاف، ها جربوها وقولوا لي. شوفوا دونك هنا هاد لاباط انا قضيت لكم نص كاس تاع الحليب، ما نديروهش كامل. شوفوا نشمخ ونشوف، انا نستعمل يدي خير. شوفوا هاي لك، هنا ندير قسمه نطم يعني نجري شويه لاباط تاعي، لان على بالكم جوز الهند يشرب. شوفوا لاباط كيفاش تحصلوا عليها، هاي لك تكون شويه جاريه. من بعد هنا نبدا نطم لاباط تاعي بالفرينه. شوفوا هكذا نطمع حتى نشوف لاباط تاعي ماهيش تلصق في يدي. يا شوفوا كيما هنا نزيد،
هكذا. هاي لك شوفوا، قلنا نطموا لاباط حتى تشوفوها ماهيش تلصق في يديكم. هاي لك لاباط تاعنا، شوفوا شوفوا هاي لك، وهي راح تشرب لان فيها قلنا جوز الهند. يلا هذه هي لاباط. هذه الحلوه ما عندكم ني طابع ني حتى حاجه، غير بالموس راح نفريوها. شوفوا انا هنا الحلوه اللي نشرب فيها كنت وجدت وحده من قبل، شوفوا هكذا خليتها شربت من التحت ودرك راني قلبتها باش تشرب من الفوق. لازم تشرب مليح هذه الحلوه. يلا نعاود نوليو لهنايا. هذه الفرينه خلاص، ناخذ انا هاد السيوه اللي تدخل للفرن. وقبل ما نروحوا للحلوه نشوفوا مع سي سلمان والمخرج تاعنا يوسف، نروحوا للفرن وشوفوا معايا الخبز الشكل تاعو شحال شباب بزاف وراه بدا يحمر. هاوليك وشوفوا كيفاش تنفخ، شوفوا الشكل تاعو شحال خرج شباب. ومن الفوق ما درنالوش البيضه، غير شويه تاع الزبده وتخليوه يحمر. هاوليك راح نزيد نخليه يكمل يطيب ونحيوه وما ياخذش وقت كبير باش يطيب. يلا نعاود نوليو للحلوه تاعنا. هنا قلت لكم في المقادير عندكم شويه سميد متوسط اللي راح نرمد. شوفوا معايا نرمدوا الحلوه تاعنا. هاي لك لاباط، شوفوا ندير حرب باش يكون شويه كبير هكذا بهذه الطريقه. نقسم هذا الحربوش على زوج، شوفوا معايا هكذا. نخلي هذا الحربوش الاولاني ونزيد الحربوش الثاني نفس الشيء. شوفوا هاوليك هكذا، ونقطع الحلوه تاعنا هكذا كما تحبوا نتوما، تحبوها كبيره تحبوها صغيره، نخلي لكم الاختيار ليكم. شوفوا هكذا بهذه الطريقة. نحطها هنا في السميد مباشرة، قلنا السميد يكون متوسط هكذا. هاي ليك شوفوا نرمدها هكذا في السميد، نجيب سنيوه اللي تدخل الفرن ونحط الحلوه تاعنا. شوفوا هكذا نزيد شوفوا هكذا تجي تشبه شويه المقروطه كي يكون مرمل هكذا. هكذا
هكذا قلنا نحطها مباشرة في السميد يكون متوسط ونرمدوها كامل وندخلها للفرن درجة حرارة 180 درجة. كي طيب تاخذ اللون الذهبي. شوفوا هنا كما قلت لكم السيرو تاعكم غير بدا يغلي هنا نحسب له زوج دقائق ونطفي له ونخليه يبرد. وهذه الحلوة حتدخلوها للفرن على درجة حرارة 180 درجة تخليوها طيب حتى تاخذ هذاك اللون الذهبي. تخرجوها من بعد مباشرة في السنيوة تاعها رايحين ترميو عليها هذيك الشربات وتخليوها تشرب مليح. كي تشوفوها شربت من تحت مليح رايحين تقلبوها من الجهة الفوقانية تزيدو تخليوها تشرب وتزينوها بالشي اللي يكون عندكم شوية تاع بيستاش ولا شي اللي يكون عندكم وتقدموها. صدقوني بزاف بنينة هكذا. شوف الخبز راح نزيدوا له شويه برك ونحيوه. شوفوا ها هكذا يلا الحلوه تاعنا خلاص. قلنا ندخلوها الفرن على درجه حراره 180 درجه نخليوها تاخذ اللون الذهبي نحيها وقلنا مباشره راح نشربوها بهذاك السيرو اللي كنا طيبناه وخليناه برد هكذا. هاي لك الحلوه تاعنا. نروح ندخلوها الفرن او لك الفرن تاعي ولا الفرن تاعنا قلت سخنته من قبل على درجه حراره 180 نخليها تطيب ونروح مباشرة نشوفوا الخبز تاعنا. صدقوني هايل 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 بزاف الخبز. هاوليك هنا امامكم شوفوا معايا شوفوا الشكل تاعو بزاف هايل والبنة ما نحكي لكمش. والداخل دوك تشوفوه كي تحلوا الخبزة احسبوها شغل فايتي وخفيف بزاف بزاف ويشبع. وقلت لكم الحشو اللي حبيتوه ديروه تقدروا ديروه بصل وطوماطيش مع البطاطا تكون مع بزاب بشويه تاع الزبده عندكم شويه دجاج شويه لحم في مروم كان بقى لكم دجاج من البارح فتوه ديروه مع البطاطا تاعكم ثاني حيجي بزاف بني. يلا مشاهدة الكرام نروحوا فاصل قصير قعدوا معايا ما تروحوش بعيد راح نشوفوا الوصفه تاعنا على شكلهم النهائي بعد الفاصل. راهم حاضرين وجاهزين امامكم ان شاء الله يكونوا عجبوكم وخديتوا المقادير وطريقه التحضير. شفتوا الوصفه تاع اليوم بزاف خفاف. الوصفه الاولى كانت عباره عن خبز هاوليك امامكم اللي كنا ديرها بطريقه سهله ومقادير تاعو بسيطه وقلت لكم الحشو ديروا واش حبيتوا لداخل هاوليك بزاف خفيف هاوليك من التحت شوفوا وبزاف بزاف خفيف شوفوا هاوليك راهو شويه سخون هاوليك لداخل شوفوا الداخل رايح فايتي وشغل باتا بريوش هاوليك وصدقوني وحده تشبعكم ما هاوليك امامكم ان شاء الله تكونوا خديتوا المقادير تاوعو جربوه ماكوش رايحين تندموا عليه. والوصفه الثانيه كانت عباره عن حلوه الطريقه التركيه اللي كنا درناها بالسميد هاوليك امامكم بعد ما تشوفوها خدت هذاك اللون الذهبي رايحين تخرجوها في السنيوه تاعها رايحين تسقيوها بهذاك السيرو وتخليوها تشرب وتقلبوها من جهه ثانيه تزيدوا تخليوها تشرب وزينوها بشي اللي يكون عندكم وتقدموها. يلا مشاهدينا الكرام كانوا هذه الوصفات تاع نهار اليوم. قبل ما نروحوا لنهايه الحصه تحيه كبيره 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 الحسين تشينو خويا تشينو بارك الله فيك اتصل بيا وقال لي جرب البغري اللي كنا عطيت لكم الوصفه تاعو كان هو بنته في الدار وجرب البغري قال لك خرج ولا اروع ولا اروع لما جات المدام الخلعت كيفاش جحف هذاك البغرير. خويا تشينو بارك الله فيك يعطيك الصحه. تحيه كبيره لكم مشاهدينا الكرام تحيه الفريق التقني اللي عمل معايا نهار اليوم. نتلاقى بكم غدوه ان شاء الله نفس التوقيت نفس القناه بزوج بصفات ان شاء الله. يلا من هذاك الوقت هلا بزاف لوحديكم وتهلاو بصحتكم. السلام.